منح ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام البروفيسور العراقي علي صادق جواد أستاذ أمراض المفاصل والعظام رتبة رفيعة في الإمبراطورية تقديرا للمجهودات الطبية والعلاجية التي قدمها خلال مسيرته العلمية الطويلة. وولد البروفيسور علي صادق جواد وهو أستاذ أمراض المفاصل والعظام في مركز ويليام هارفي للأبحاث في جامعة لندن. ولد بمنطقة كرادة مريم في بغداد عام 1950 وتخرج من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1974 وكان الأول على دفعته. وشغل البروفيسور جواد منصب نائب رئيس كلية الطب الملكية البريطانية وتقلد عددا من المسؤوليات بينها المدير الطبي العالمي وسفير الطب البريطاني، وقد انتقل إلى المملكة المتحدة لمواصلة تدريبه في المستشفيات التعليمية في لندن عام 1978. مرحبا بكم دكتور. بداية نبارك لك هذا التكريم، وللوهلة الأولى نسأل بما شعرت وأنت تتقلد هذه الرتبة الرفيعة بعد سنوات من الجهود المستمرة؟ شكرا جزيلا. يعني الحقيقة بعد ما أنا أشتغل كطبيب صار لي حوالي 50 سنة، بالإضافة إلى كوني طبيب أنا باحث علمي وكذلك مدرب ومدرس وكنت الحقيقة نائب رئيس كلية الأطباء الملكية، وكنت مسؤول عن تدريب الأطباء في كافة أنحاء العالم، في شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، قارة أفريقيا، ساوث إيست آسيا، حتى في الأمريكاز. لا زلت أشتغل بس يومين في الأسبوع، فالفرحة كانت كبيرة جدا، لأن هذا فد فخر فالتكريم يعني ممتاز جدا، والحقيقة يعني واحد يفرح بي وكل أصدقائي وأهلي فرحوا بهذا التكريم. بروفيسور، باعتبارك متمرسا وقائدا لمراكز طبية وبهذا الرصيد الذي نهنئكم عليه، كيف تقيم، بسؤال مباشر، كيف تقيم قطاع الصحة في العراق حاليا؟ في قطاع والله من الصعب علي أقيم، لأن ما زاير العراق مع الأسف يعني منذ زمن طويل، بس عندي احتكاك واتصالات مع الأطباء العراقيين، وحتى السيد الوزير الحالي أنا أعرفه شخصيا ومجتمع به سابقا، ودكتور علاء العلوان كذلك، بس الحقيقة ما صنحت لي الفرصة أن أكون في موقع حتى أقيم، بس ساعدت أطباء عراقيين كثيرين، وفي الإمكان أنه طبعا لا أقدر أساعد، وهواي عراقيين يقدرون يساعدون، بس تقييمي للوضع الصحي صعب. طب الأسس متوافرة بروفيسور لنظام صحي متكامل فيه الكثير من المبدعين ذوي الأرصدة، اقتداء بحضرتكم مثلا، أو سيرا على إبداع متواصل نحو ما يؤسس لقطاع صحي وطني متكامل، كيف ترى ذلك؟ طبعا من الممكن جدا، لأن في العراق يعني طاقات كبيرة، وثاني شيء يعني احنا لازم نستغل ما دام اكو وارد جيد من النفط، لازم نستغل ونخطط للمستقبل، لأن يعني يجوز بعد 10 سنوات النفط يخلص.